بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تتعاون لورو بيانا مرة جديدة مع الفنان الإماراتي مطر بن لاحج لتقديم مجموعة كابسول فريدة تكرم عشق الدائم للخط العربي. تتزين الأعمال الفنية المميزة من مجموعة غنية من القفطانات الأنيقة والعبايات البهية والشيلات الناعمة وبدلات والبناطيل البسيطة المصنوعة من الكتان والكادي الحريري، اللي تكملها أكسسوارات وأحذية أيقونية بتوقيع لورو بينا. لطالما فضل الدار بولغاري الإسبانيل لا سيما في توزيع لون الوردي والأرجواني والأحمر في مجوهراتها. تتكون هاي المجموعة من 20 قطعة مبدعة وفريدة من نوعها. تستخدم هذه المجموعة الكبسولة الأسبينيل المختار بعناية مع أعلى درجات الشفافية والنقاوة والقطع الأكثر جاذبية جنباً إلى جنب مع ذوق الروماني والإثارة. تقدم العلامة التجارية كوس تشكيلة محددة الإصدار من القطع الجاهزة احتفاءً بشهر رمضان المبارك وعيد الفطر. صممت التشكيلة خصيصاً للمرأة العصرية، وهي تضم العديد من القطع الحصرية في الشرق الأوسط بما في ذلك تصميمات الملابس النسائية والأنيقة.